السلام عليكم بندرية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا يا مغاوري، تفضل. ازيك يا مغاوري؟ تفضل. تفضل. ايه يا مغاوري، سمعنا عنكم حديد واغوشنا عليكم. في حد فيكم عمل الواجب والاصول وجه سأل عن اللي حصل؟ يا مغاوري، ما انتوا كمان عارفين ان احنا كان عندنا عزاء. انا لسه معاود من سفرية طويلة وقابلت مناع وشايع معايا هدية لابوه وامه. ايه ده؟ كل دي فلوس جبتوها من وين؟ انت مالك؟ مالكش صالح بالفلوس دي؟ ليه يا صالح ونص يا همام؟ عشان انا عارف الفلوس دي فلوس مين؟ ما كانش العشمه بنت ريا تتقلبوا حراميه على اخر الزمن. يا بابا انت فهمت ايه يا مغاوري؟ فاهم صح، وربنا بعت لي دلوقتي عشان اشوف فلوس حسان عندكم. فلوس مين يا راجل يا مخلول انت؟ مخلول؟ كل حياتك علي انا همام، علي الطلاب بالدرك ادفعك قدام الغالي يا بنت ريا. وانت عايز تقول علينا حراميه ونقول لك متشكرين اياك؟ وانت كيف مش حراميه؟ حراميه فلوس دي فلوس حسان 2 مليون جنيه لو ما رجعتوهاش الدب هيغرق الناجع كله. سامعين يا بنت ريا؟ ما هو افهمني. روح روح واتكلم على قديك، احنا لا يهمنا انت ولا نمشي عينك. سبت امشي ليه يا ولد اخوي؟ لازم نفهموا الحكايه. عنه ما فهم، سيبوا يغور، طول عمرهم بيسرقونا واحنا ساكتين. مناع كان بياخد نص ثمن الحشيش لوحديه ويقسم النص الثاني علينا يا عمي. ايه؟ وانت ايش دراك؟ امال انا جايب الخواجات معايا ليه؟ الخواجات فهموني على كل حاجه، وفهموني كمان ان كل اللي يملكه مناع احنا لينا فيه وحتما لازم ناخده. تفتيش البيوت قله قيمه وقله حياه، عشان اللي داسس حاجه هيعمل حساب ان اهل بيته ما يعتروش فيها، ما بالك بالاغراب اللي هيجوا يفتشوا. كلامك صح يا مغاوري، لكن ما قدمناش حل غير التفتيش، لربما يعني اعترنا على الفلوس صدفه في اي بيت. انا لو سارق حاجه ومش عايز حد يعتر فيها عمري ما دسها في بيتي، يبقى الجبل عندي واسع واحط السريقه في بيتي عشان التهمه تثبت علي. عندك حق يا ريس مغاوري، يبقى راجل عبيط اللي يعمل كده وكانه بيقول تعالوا امسكوني. يبقى نرحم نفسنا من وجع القلب وكشف بيوتنا قدام البندريه. همام بطلع واعي لما اشترط ان عيلته تفتش بيوتنا كيف ما نفتش بيوتهم. ما انا لو وقفت التفتيش دلوقت ممكن يفتكروا اننا لقينا الفلوس وبنكتموا على الخبر. او الهام مستحيل يكون الحرامي من عيلتنا. تاني هام اللي يتجرأ ويسرق بيت كبير عيلة حتما ولازما يكون في حمى كبير عيلة تاني، ومحيط ان همام كان برا النجع يبقى دياب عنده علم بالسرقة وعارف مين اللي سرق. كلامك صح وعين العقل يا ود عمي. واللي سرق لازم يخبي عملته خصوصا لما يكون كبير. يبقى كان لازم نافع يتقرص ويموت ليلة السرقة وياخد سره معاه في القبر وما يكشفش عن شريكه. كلامك صح يا ولدي، واحلف على كتاب الله ان اللي عملها ذهب وعارف مين اللي سرق. يعني بعد ما سرق الفلوس جاب الحنش يقعد نافع؟ ده كلام معقول ده؟ مش معقول. ليه؟ ليه ما يكونش دياب هو اللي عملها بالعنية بعد ما خد الفلوس من نافع وطمع فيها؟ خاف امره يتكشف ويتفضح. يا شغلانة يعني انه يجيب حنش يقرص الراجل وهو نايم جاره. أنا يا مغاوري كأني كلامك حقيقة، هي دي الطريقة الوحيدة اللي محدش يشك فيها في دياب. أيوة، عشان يفضل سر الفلوس اللي اتسرقت معاه. عشان كده دياب كان محروق قوي وقال إنه متكفل بمرت نافع وعياله. بس إحنا فتشنا بيت همام وأنا بنفسي اللي فتشته مع حميد ومعاطي لكن ما لقيناش حاجة. يبقى كلام أبوك صح،
محدش يعرف سر الفلوس دي غير دياب، هو اللي عارف مخفية وين. والله قلبي ارتاح لما وصلنا للحل. اسمعوا رجالة، احنا ما عايزينش حد يعرف باللي في نيتنا. احنا نكملوا تفتيش البيوت من سكات ونحط دياب تحت عينينا من غير ما يضرب، وانا حنط لهم كل يوم بحجة حق مرتي في ورث ابوها وهحط عيني عليه. تسلموا يا عيلة حسان، هو ده حسن التدبير. اتفضل يا مناع بيه، ده العقد اللي يضمن لك تبقى الوكيل الوحيد لإنتاج السماد المعدل بعد نجاح الأبحاث. ده غير إن احنا هندفع تعويض عن أي أضرار تحصل نتيجة الأبحاث. ما شاء الله، مبلغ كبير، دليل على الكرم. تحب تضيف أي بند يا مناع بيه؟ بند واحد، اعتراف مني بجميل الحزب اللي بنتمي له. عايز اقول ان الاتفاق اللي تم بينا تم تحت رعاية الحزب ورئيسه، مقابل نسبة مئوية تروح لاعمال الخير او للمصاريف الدعاية الانتخابية. ده بقى اسمه كرم حقيقي يا مناع بيه، تتنازل عن جزء من ارباحك للحزب. انا ليا الشرف. تحب تكون كام النسبة؟ 5%. لا، 20%. انت رجل عظيم يا مناع بيه، قمة في الذكاء والاخلاص للحزب بتاعك. أنا كان اختياري صح من البداية. تفضل يا سيدي، امضي ومضي الخواجة. وآدي أول شيك عربون من حساب المنظمة لحساب مناع بيه. تمام. بيدوب عربون بيه؟ طباخ سم بيدوب؟ أمرك يا مناع بيه. وآدي توقيعة. تفضل. ألف مبروك، ألف مبروك. تمام. اتفضل يا فندم. كده تقدر تروح المصنع بتاعي انت ورجالتك، وهتلاقيه فاتح ابوابه. فاطمه انت فين يا بنتي؟ اتفضل يا بوي، انا اهو. قلت اجي اشوفك واسلم عليكي ما دام ما بتتوحشيش ابوكي. ده كلام يا بوي، والله شغل البيت واخدني طول النهار. حاجك عليا ما تزعلش يا بوي، انا هقوم اعمل لك شاي. اقعدي، مش عايز شاي، اطلع العبي بره. حاضر يا جدي. مرتاحة في عيشتك يا بنتي؟ الحمد لله. ورازلك اللي بتشوفيه كل حين وفين؟ نعم يا بوي، انا اتعودت على كده، محدش بياخد اكتر من نصيبه. يا دي بالايام اللي يرضى بيها يا بنتي. والله ما يحصل ابدا، بقينا اطرد من بيت ابوي عشان تجيب امك يا جميله وتقعديها مطرحي. والله ما يكون. صدق من قال، خرج من داره واتكلم مقداره. معاش ولا كان اللي يقل مقدارك ياما، ده انت مقامك على راسنا من فوق. وكفاياكي انك اغنى واحده في النجع. بفلوس الخواجات الزفره اللي بعت بيها بيتها. دوري على روحك يلي مالكيش بيت تبيعيه. ها، البيت اللي بترمحي فيه ده بيته وبيت ابوي. ما تسكت مرتك يا شهير، ولا اضربها قلمين يسكتوها للابد. هو ده اللي قدرت عليه يا عمي بدل ما تدافع عن حقي؟ ان حيت اتجوزت من بره العيله مالكيش حق عندينا. ليه؟ اتجوزت شهير بخطري ولا انتوا اللي غصبتوا علي؟ قلتوا لي اتجوزيه، قلت حاضر. جازاتي تحرموني من ورث ابوي؟ ايه؟ عاجبك تقول تنسان مرتك وقله ادبها وفتح لك خشمك على الاخر؟ انا واجب اجيب حق مرتي ولو في خشم الضبع. وطالما انتم يا بندريه بعتم بيوتكم بفلوس كتير، يبقى مرتي تاخد حقها 1,000,000 جنيه، تلت حق البدة. يا ابوي على غباوتك وحديتك العفش، 1,000,000 جنيه تلت البدة؟ انت باوي يا ابن ما تفهمش. بيت ايه يا ابو مليون يا ولد مغاول؟ ده اكبر بيت في النجع، ما يسواش ربع مليون. امال كيف بعتم بيت ام جميله ب1,000,000 جنيه؟ ولا تكونوا دخلتوا فلوس عمي حسان المسروقه وسطيهم؟ قسما بالله العظيم لو تنيت الكلام تاني لطخك عيار. غور من هنا جاتك غاره، ونسوان مالكش نسوان عندينا. يلا غور، مرتك هتفضل هنا. روح يا شاهين، بس انا مش ماشيه من هنا لما اخد حقي.